هذه انا مجرباها على نفسي، ولكن كنقص بها. السلام عليكم الكبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ كيف ما ديما نتمنى يلقاكم هذا الفيديو تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. غبرت عليكم شويه، ولكن كانت عندي واحد الظروف صراحه، والمرض مهم ما خلاوهاش مرونه، كانت مرونه شويه. سي بورسا يعني غبرت عليكم من فقره ديال الوصفات اللي كنقدموا، يا وصفات جميليه. اليوم ان شاء الله الفيديو هذا للسيدات اللي طلبتوني بزاف يعني نزولا عند الرغبه ديالكم، انا غادي نحط لكم هذا الفيديو هذه. بالخصوص كتقولوا لي يا كوثر كيفاش انت عاد ولدتي والكريشه، يعني شناها يعني بدات كتدخل ليك؟ كيفاش كوثر نحيدوا الكرش؟ كوثر انا كنعاني من كرشي ما كتعجبنيش، يعني كتحشم بيا بهذا المصطلح هذا. حيت حنايا النساء عيبنا واحد، ما كنحملوش الكرش والتجاعيد، هادو راه والشيب ثلاثه د الحوايج حنا الحيالات ما كنحملوهمش، الشيب والتجاعيد. ملي كيخرجوك التجاعيد ما كتبقايش حامله راسك، يعني كيبان عليك بحال كتقولي صافي ناري بديت كنكبر الشرف شيخوخه، يعني كتبقى الدعوه كتبقى مخلطه عندك. وملي كتكون عندك الكرش واخا كتلبسي ليغين، وبالخصوص حنايا يعني العيالات يعني كتعجبنا الفورمه هكا تكون مقاده. المهم انا غادي نشارك معكم الوصفه ديالي اللي كنت كنستعملها راه من شحال هادي، كنت هاد الوصفه كنستعملها ملي كنت ساكنه في المغرب قبل ما نمشي لايطاليا لا حتى شي حاجه. كتولد ولدي اسلام، وبقات لي الكريشه خارجه، وانا في المغرب يعني كانت لا شغله لا مشغله، يعني غير الماكله والنعاس، وراه كتعرفوا الماكله والنعاس يعني راه كيزيد شويه في الوزن. دونك وليت كنستعمل واحد الوصفه اللي لقيت عليها راحتي الصراحه، هذه اول حاجه لقيت عليها راحتي، ولكن ماشي غير هي بوحدها، راه هاد الوصفه ملي غادي تستعملوها راه خاصكم معها ريجيم وخاصكم معها رياضه. من غير هادي بوحدها يعني ما كيكونش صيام متقطع. الا بغيتو ننزل لكم دي فيديو حتى انا باغا نديرها الصراحه صيام متقطع، باغا نكمل عليه ان شاء الله. دابا نتوما عارفين انا عاد درت شهرين دابا ملي ولدت، وكتعرفوا يعني الهرمونات كنغلاضوا في فتره الحمل، بخصوص انا كان فيا السكر، يعني كنت كناكل الحلاوه بزاف لواحد الدرجه ما تصورش، دونك تنفخت شويه. دونك خاصني دابا نبدا عاوتاني ارتاحيت شويه. الحمد لله كنعرفوا ملي كنفوتوا 40 شهرين صافي السيده كترجع للنشاط ديالها كيف ما كانت شحال هادي. دابا خاصنا نقصوا شويه من الوزن، نحافظوا على الماكله ديالنا، نديروا شويه ديال الرياضه. يعني واخا هاد الوصفه هادي انا كنشربها دابا، ولكن ارى نمشي وتنقصي الماكله، راه ما يمكنش ديري هاد الوصفه هادي وغادي تضعفي، ما غادي نحلف ما حتى شي حاجه. كنبغيتو كتقول لي كوثر عافاك صافي ما تبقايش تحلفي، والله حتى متيقينك شي هذيك القضيه ديال الحلف، انا فيا داك قسما بالله، يعني مع الناس مع ماما مع راجلي في هاد القاعده ديال الحلف، ولكن والله اخوتي اللي كنحلف لكم على صدق كندير واحد الحاجه اللي انا كنجربها على نفسي عاد كنطلع انني كنبارطاجيها معكم. المهم الوصفه زوينه وسهله، واي سيده كما قلت لكم غادي تكون عندها ان شاء الله هذه الوصفه هذه في الدار. كاينه بدابا هاد المشروبات اللي كنشربو كنصاوبهم حنايا في الدار، كاينين دي كابسول اللي كيتباعوا ديال الريجيم، يعني دي كابسول ولكن كيكونوا غاليين، يعني كيبداو من 60 الاورو الى ما فوق 100 الاورو وهي غاده، ولكن كتنقصي بهم. ولكن الا ما بقيتيش متبعه الريجيم ديالك راه ما يمكنش، من المستحيلات اقسم بالله من المستحيلات ان تشربي شي وصفه وما ديريش معها ريجيم وتنقصي الماكله وغادي وما زعما كتقولي لي رانا ضعفت ولا ما ضعفتش. اي وصفه خاصك ديري معها ريجيم وتنقصي معها الماكله، ميم دي كابسول اللي كتشريهم بالثمن كيكون انا قلت لكم اثمنه كتكون بعد ما خياليه، مي كاينين شي وحدين كيبيعهم كيقول لك هادو راك تقدي تاكلي معاهم كلشي، ما ديريش كاع الريجيم غير هاد لي كابسول راهم كيقضيو الغرض. ولكن انا كنقول الا ما درتيش سبور ونقصتي الماكله راه الكرش ما غاديش يدخل والوزن راه ما غاديش ينقص. هادو الناس اللي كيشربوا مشروبات او دي كابسول كما قلت لكم. كاينه طريقه ثانيه يعني اللي كتكون الكرش كبيره كما كنقولوا حنا السمنه مفرطه، هادو يعني اختي بلا ما نقول لك شربي دي كابسول بلا ما نقول لك شربي اختي مشروبات، سيري لك اختي عند طبيب وسدي اختي داك المعده راه هي اللي غادي تنقص لك،
راه حتى شي حاجه من هادشي هذا ما غادي ينقص لك. حنا هاد المشروبات السيده اللي كتكون عندها غير كريشه شويه خارجه باغا تنقص 5 كيلو 4 كيلو، ولكن اللي تكون فيها 100 كيلو 120 كيلو ويقولوا لك اختي ديري هادي راه غادي دير لك، وديري هادي راه تنقص لك 100 كيلو تنقص لك 60 كيلو 70 كيلو، سيري اختي عند الطبيب من الاحسن لك. هذه نصيحه مني اقسم بالله، نصيحه من اختك، يعني بلا ما تبقاي تضيعي فلوسك في داك لي كابسول، بلا ما تبقاي تشربي هذه وتشربي هذه وتشربي هذه. حنا هاد المشروبات كنقولوا اللي باغا تنقص 5 كيلو، اللي باغا يعني تضعف شويه تدخل الكريشه شويه، ماشي تكون كرشك قاد هكا ونجي انا نعطيك وصفه اللي ما غاديش دير لك حتى شي حاجه. هذه انا مجرباها، مجرباها على نفسي، ولكن كنقص بها، ماشي كنقص بها واحد الكيلوات فارطه نقول لك نقص بها 20 كيلو 80 60 كيلو، كنقص بها 3 كيلو 5 كيلو، ولكن انا الديفو ديالي انني كناكل شويه، ما نكذبش عليكم، يعني نبقى مستمره في الوصفه هكا، ولكن الريجيم البنات الريجيم 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 الريجيم، وكاين الصيام المتقطع، وكاين انك كديري ريجيم ومعاه سبور، راه سبور البنات. شتي دابا ملي كتضعفي وما درتي السبور كيبقاو لك هاد الحيمات هادو ولا الفخار، كتبقى الحيمه متراه ليها، ولا ما عرفت كيفاش كيقولوا لها، يعني كتبقى مجلفطه بهاد الدارجه ديالنا، ما نقول لكمش في اللغه العربيه، بالدارجه ديالنا كتبقى اللحم مجلفطه. ما ملي كتضعفي وانت كديري سبور اللحم كتقصاح كتكنزز كيف ما كنقولوا، وما درتي سبور وبقيتي ما درتي سبور وغير ريجيم ريجيم اللحم صافي كتولي مرايطه مرخرخه كما كنقولوا هكا. حنا ما بغيناش، بغينا نضعفوا شويه ونبقاو شادين في الفورمه ديالنا وشادين في الجسم ديالنا. المهم الكبيدات هذه هي الوصفه انا اللي كنستعمل، زريعه الكتان، ها هي زريعه الكتان، انا هادشي هذا كامل كنجيبو من المغرب، سميتها بالفرنسي غراندولي، ها هي انا نحلها لكم، هذه ها هي باش تعرفوها، هذه عند المعشابه وهنايا كاتبه بذور الكتان قد تدعم صحة قلبك وتساعد تقليل ضغط الدم، يعني كتقلل من الطونسيون وخفض نسبة الكوليسترول، وخفض نسبة الكوليسترول. ها هما البنات حنا كنشرو هادشي من المعشبة، ما كنشروش من نيمبورتو كوا صراحة، والمعشبة كيكتبوا لك الفوائد ديالها كيفاش زريعة الكتان علاش كتصلح، كتخفض لنا الكوليسترول في الدم، يعني الشحمة اللي كتكون عندنا في الذات كلشي كلشي كينزل. طريقة الاستعمال ديالها ساهلة مهلة البنات، كناخدو هاد زريعة الكتان اللي كتكون هكا غراندولين، هاك هادي هي زريعه الكتان، عرفتي النوكه ديالها انا شحال كتحمقني، هادي كنشدوها وكنطحنوها في الماكينه اللي كنطحنو فيها العطريه، كتولي مطحونه والفوائد ديالها واعره البنات. زريعه الكتان انا بعد المره كناخذها هي ومعلقه وكنخلطها اما مع دانون المسوس، ولا كندير هذه ونشرب عليها جغيمه ديال الماء بحال هكا، كتحمقني انا مطحونه هكا واعره البنات. كناخذ هنايا معلقه كبيره واعره المذاق ديالي انا شخصيا كتعجبني، كناخذ معلقه كبيره في الكاس وكندير عليها الماء طايب غليان، كنحرك حتى يدفى شويه، يعني ما نشربوش طايب هكا غير يدفى شي شويه، ولكن نشربو دافي ماشي نشربو بارد، وما نشربوش سخون عاوتاني يسلق ليا المسرناس ديالي، سخون هنايا عاوتاني كيما قلت لكم ماشي يسلق ليا المصارن ديالي، يكون دافي. طريقة الاستعمال أننا كنشربوه على الريق في الصباح، هذا كنشربو أنا مرة وحدة قبل الفطور بنص ساعة، قبل الفطور البنات طريقة الاستعمال راه هي المهمة، كنشربو نص ساعة دافي قبل الفطور، ولا نخليه ساعة عاد نفطر أنا والكانة ديالي، بعد المرة ملي كيمشيو وليداتي للمدرسة كنشربو،
وكندوز نقضي الشغل ديالي حتى العشرة حتى كيجيني الجوع هكاك عاد كندوز نفطر. مي عاوتاني الفطور يكون متوازن الغداء ولكن نقصوا عليكم العشاء. ناكل مع السته العشيه ناكل تفاحه بانان. هي راه صعيب الريجيم شويه ولكن اختي راه كيقول لك اللي بغى العسل الصبر قرات النحل. الا بغيتي اختي تدخلي الكريشه وتحافظي على الفورمه ديالك وتنقصي الوزن راه بطبيعه الحال خاصك تصبري ضروري. اي حاجه راه خاصها الصبر. تقولوا لي كوثر وانت راه وقيله راه كترضعي وباغا ديري ريجيم كتشربي. لا خوتي ما بقيتش كنرضع بحكم ما بقاش فيا الحليب صراحه بزاف. ولدي غادي وكيكبر يعني كيحتاج الحليب اكثر من اللي غادي نعطي انا. دونك حبست ليه الرضاعه يعني ما كيرضع ما حتى شي حاجه مني انا. سي بوغ سا قلت غادي نديها شويه في راسي ونحيد اختي الكريشه من بعد الولاده. يعني كتبقى الكرش كما كنقولوا كتبقى الكرش خضراء المصارين كيبقاو خضرين يعني مع المده عاده كترجع كل حاجه للطبيعه ديالها. بقات لي انا الكرش دابا وخاصني انا نحيدها بطبيعه الحال. وبديت هذه السيمانه بديت كنشرب هذا المشروب هذا وكنقص شويه من الوزن ضروري. البنات نقصوا كنقص من الماكله ضروري تنقصوا من الماكله. نمشي لحد الساعه ما كذبش عليكم الماكله بديت نقص منها. هذا كنشربو لكن سبور باقا ما كنديروش سبور. انا اش كندير بحكم ان كانت عندي ماما مسكينه عاد مشات بحالها عندي الضياف عقوستي وشيخي يعني ما لاقليش كل عشيه انني غادي نخرج خاصني ساعه كنتمشى غير في سيكتور هنايا. ما كنديرش زعما ما عنديش لا سال سبور واخا حداني يعني ما كنمشيش له غير سبور انني كنتمشى. المشي يا البنات المشي ولكن ماشي داك المشي بشويه. حاولي انك تمشي تكون العفطه كما كنقولوا قاصحه يعني غاده كتمشي باش تعرقي ضروري باش طيحي من الوزن خاصك تمشي وتعرقي شويه. هذه هي الكبيدات ديالي هذه هي الوصفه ديالي انا اللي كنستعملها. كما قلت لكم كناخذ كاس في النهار كاس في النهار قبل الفطور بنص ساعه ولكن غادي نقص الماكله وندير الرياضه. الا بغيت الكرش تمشي ليا نهائيا ونقص الوزن ديالي تقريبا 5 كيلو 6 كيلو راكم غادي تنقصوها في شهر بهاد الوصفه هذه ان شاء الله. دابا نخليها تبرد سخونه اخوتي طيبه ما نقدش نشربها وغادي نشربها. وهادشي اللي كاين الكبيدات ديالي. المهم الوصفه كيف ما كنديرها انا بارطاجيتها معكم. ما عليكم نتوما الا تدعموني باللايك ديالكم والكومونتير وتبارطاجيو هاد لا فيديو مع الناس اللي كيهمهم الامر. هادشي اللي كاين الكبيدات ديالي. دابا غادي نقول لكم تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله.